إذن تحية من جديد، أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب، قناة شوف تي في، أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال. ارتفاع في منسوب مياه شلالات عين أسردون. متابعينا مشاهدينا الكرام، بعد القطرات أو بعد أمطار الخير والبركات الأخيرة، متابعينا مشاهدنا الكرام، فارتفاع منسوب مياه شلالات عين أسردون، متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، والطبيعة اخضرت هنا وزادت جمالا على جمال طبيعة الحال. فبعد سنوات الجفاف وسنوات عجاف وتوالي سنوات الجفاف، متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، فيعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هاد السهاريج اللي كنشوفوه متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في اللي كنشوفوه معايا في الصورة، هاد الشوارج هاد السهاريج فما كانش كيوصلهم الماء، اليوم وصلهم الماء وخرج منهم الماء، يعني ما كانش كيوصلهم الماء هاد المنطقة بالضبط اللي كنتواجدوا فيها، فهنايا ما كانش كيوصل الماء، المياه كما قلت متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، فالمياه ما كانتش كتوصل لهنايا لهاد الصنابير لهاد السهاريج ديال المياه، ها هو الحمد لله اليوم كيوصلهم الماء في هاد المنطقة في المنتزه السياحي الشهير شلالات عين أسردون، تكتسي حلة جديدة بعد أمطار الخير الأخيرة وارتفاع ملحوظ يسجل في منسوب المياه. متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، فالخيرات تبارك الله، يعني الحمد والشكر لله. متابعينا مشاهدنا الكرام، فحتى هاد السهاريج هاد الصنابير اللي في هاد الاتجاه فهي تزاد فيها الماء، ما كانش كيخرج بهاد الكمية، يعني كان أقل وأقل، والحمد لله راه تزاد حتى هو ديال المنتزه السياحي الشهير لعين سردون. متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، أجواء مباشرة أنقلها لكم بالصوت والصورة من المنتزه السياحي الشهير لعين سردون بمدينة بني ملال. متابعينا مشاهدنا الكرام، فكيف ما كنشوفوا المياه تصل إلى الدرجة 50 هنايا في هاد العبار، يعني فكتوصل يعني ازدياد نسبي ملحوظ، تسجيل ازدياد نسبي ملحوظ في يعني منسوب المياه هنا بالشلالات ديال عين أسردون، وهنايا كيف ما كنشوفوا في هاد العبار فتوصل 50، يعني قال كان في 40 ما تتجاوزش 40 أو تنزل على 40. متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، فالحمد والشكر لله بطبيعة الحال، فكما قلت متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، الحمد والشكر لله على هذه النعمة اللي هي ديال الأمطار الخير والبركة. هنا يظهر القصر التاريخي والأثري لمدينة بني ملال، إذا قلنا بني ملال سنقول قصر عين سردون التاريخي الأثري، القصر المطل على مدينة بني ملال، مدينة الجمال، مدينة الخضرة، مدينة الطبيعة، مدينة كل الفصول بطبيعة الحال، فعين سردون هي جنة فوق الأرض كما سماها السياح الأجانب اللي كيمروا من هنايا وكيجيو هنايا، فيسمونها جنة فوق الأرض، كل شيء طبيعي، خضرة طبيعية، لا شيء اصطناعي هنا. متابعي قناة الشعب قناة شوف تي في، فكيف ما قلت ارتفاع نسبي في تسجيل ارتفاع نسبي ملموس في صبيب مياه شلالات عين سردون،